نعم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم للجميع. نحن هنا داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، ترون هذه الوفود في كل الأزقة هنا في البلدة القديمة في القدس، الآلاف عشرات الآلاف يتوافدون إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل أداء صلوات الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك. كل الشوارع، عشرات الشوارع أغلقت من قبل شرطة الاحتلال، كل الشوارع المؤدية إلى محيط البلدة القديمة مغلقة تماما، لا يمكن دخولها في المركبات، فقط سيرا على الأقدام، عشرات الحواجز الحديدية نشرت هنالك وفق الشرطة، زيادة بنحو 2300 عنصر شرطي ومن أفراد حرس الحدود انضموا أصلا إلى القوات المعززة المتواجدة بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة. تحاول أو تقول الشرطة على الأقل على مستوى التصريحات بأن هنالك محاولات لأن يكون هذا الشهر يمر بهدوء دون أي أحداث استثنائية. فقط قبل قليل انتهت جلسة تقييم أمني في داخل محطة لشرطة الاحتلال هنا داخل البلدة القديمة قريبة من المسجد الأقصى المبارك. شارك فيها قائد الشرطة كوبي شابتاي وأيضا قائد شرطة القدس، بالإضافة إلى يعني ضباط من أذرع أمنية مختلفة، وقالوا بأنهم يعكفون على تأمين المنطقة، وأيضا قالوا بأنهم سيعطونا حرية العبادة وحرية التنقل. طبعا في كل عام تقول الشرطة هذه الأمور، ولكن بالفعل على أرض الواقع نرى في الكثير من الحالات تقييدات على حرية العبادة، خاصة من الفلسطينيين أو للفلسطينيين القادمين من مناطق الضفة الغربية. ولا شك بأن أيضا الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يرغبون زيارة المسجد الأقصى، لا شك بأن هنالك عليهم التقييدات هي شديدة أكثر من الضفة الغربية. الأجواء هنا تبدو جيدة، لا يوجد أي أحداث استثنائية. بالأمس اليوم الأول من رمضان كان هنالك بالأمس ليلا تجمع كبير في منطقة باب العمود، لم تشهد أي نوع من التوتر. وربما كل ما تقوله الشرطة بشأن التوترات الأمنية والتخوفات الأمنية خلال شهر رمضان هو يعود بالأساس إلى تصرفات الشرطة نفسها. هل ستعمل على منح حرية التنقل والتجمعات العادية غير الاستفزازية الاجتماعية في ساحة باب العمود وأيضا في داخل البلدة القديمة، أم ستحول كل حدث صغير إلى قمع وعقاب جماعي لجميع الفلسطينيين؟ إذن الأمر أولا مرتبط بأداء الشرطة وسماحها بحرية التنقل للفلسطينيين هنا خلال هذا الشهر الكريم. لا ننسى بأنه في النصف الثاني من شهر رمضان هنالك يتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح لدى اليهود، لا شك بأن العناصر المتطرفة في الصهيونية الدينية ستحاول تقديم القرابين وإدخالها إلى منطقة الأقصى المبارك، وربما قد يكون هنالك توترا، ولكن سنرى كيف ستتطور الأمور. الآن تبدو الأمور هادئة، بعد قليل من المفترض أن يدلي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تصريحا للإعلام، سيكون هنا داخل البلدة القديمة من محطة الشرطة القائمة هنا. لا نعلم ما سيقوله، ولكن فقط أذكر بأن المستشارة القضائية للحكومة كانت قد منعت الوزير المتطرف إيتمار بن غفير من التدخل في عمل الشرطة والتدخل في كيفية الأداء الميداني للشرطة خلال أحداث كهذه. نترقب بالفعل هذه الكلمة وما ستسفر عنه. طيب القمعنا